مصر القديمة، مصر العتيقة، مصر وصناعة الحلي، تشكيل النحاس، حرفة كانت بتقتصر على الرجالة بس وما زالت برضه. لكن إن احنا نلاقي بنت صغيرة شابة جميلة رقيقة بتصنع الحلي بإيدها، بتشكل المعادن، بتشكل النحاس. معانا النهاردة نرمين، ست دار مصرية، أو نقول بنت دار مصرية قدرت تدخل التجربة دي وتاخدها. هنقرب منها وهنقرب من المهنة ونعرف إزاي اتنقلت من مهنة رجالي لمهنة حريري. تابعونا في ست الدار. ليس العزف دوما رنين، فبعد العزف يمكن أن يرى حين تبدعه الأنامل الخرافية فتصنع سحرا تقتنيها النساء. تشرقن شموسا في عتمة الليل، وميضا ووهج تبعثه قلادة في عنقهن، وصوار في معصمهن، والإمضاء صاحبة الذوق الرفيع. الأنامل الناعمة هتشتغل في حاجة صعبة جدا، نار وذهب وفضة وأحجار، وهنقرب من نرمين ونشوفها بتشتغل إزاي. السلام عليكم. وعليكم السلام. إزيك يا نرمين؟ الحمد لله كويس. أنت دلوقتي بتشتغلي في إيه؟ بعمل بندق دلاية. دلاية الخام اللي أنت بتستخدميها دلوقتي دي نحاس. نحاس؟ طيب تشكيل النحاس ده؟ لا صعب، لأن معدن النحاس أعنف من الفضة والذهب. طب أنا قبل ما أتكلم بقى في المعادن كلها، أنا عايز أتكلم معاك أنت، أتعرف بيك. أنا نرمين الدمرداش. نرمين الدمرداش. أيوة. خريجة إيه نرمين؟ أداب إنجليزي عين شمس. أداب إنجليزي عين شمس. مش معايا من المهنة رجالي شوية؟ رجالي جدا. إيه اللي دخلك المهنة؟ هي جت بالصدفة من كذا سنة. عملت حاجة بسيطة جدا، كان أيام ما أنا كنت في الجامعة، كان لسه ما كانش فيه يوتيوب ولا إنترنت أصلا. فكان إن أنا أعمل حاجة أنا لبساها بنفسي من غير ما يكون حد معلمها لي، كانت حاجة غريبة. فلما حد هنا كنت جاية أشتري خام، وكان برضو وقتها ما كانش فيه حد بيشتغل نحاس، كان كله بيشتغل فضة. فنزلت اجيب شويه حاجات من محل فضه، فساعتها عرض عليا ان انا اتعلم صياغه الفضه في الورشه بتاعته. لان وانت طالبه في الجامعه؟ وانا طالبه في الجامعه. طب قبل ما تدخلي الجامعه، انت في اي حد في العيله عندك غاوي ذهب بيشتغل في الاحجار، بيشتغل في الذهب، بيشتغل في الاكسسوارز؟ لا خالص خالص. في العيله مفيش اي حد بيشتغل في المجال ده، بس احنا عموما عيلتنا بنحب الرسم وبنحب المزيكا. يعني انا كنت بعزف وانا صغيره. انت بتعزفي ايه؟ كنت بعزف اورجو وكنت بعزف مندولين، بدل ما نسيت تماما. دلوقتي بتعزفي على المعادن. قولي لي يا نرمين، انت ترتيبك كام في اخواتك؟ الثانيه. احنا ثلاثه ما شاء الله ربنا يخلي. بنات ولا بنات؟ اختي الكبيره واخويا الصغير. طيب لما قررتي بعد ما خدتي الجامعه وقررتي ان انت تتعلمي المهنه، ما قابلتيش صعوبات يعني في البيت؟ بابا وماما ما قالولكيش لا دي شغلانه رجالي؟ هو اول ما ابتديت ان انا اتعلم كنت طبعا بروح ورشه، وما كانش يعني دلوقتي شويه بنات ابتدوا ان هم يشتغلوا في المجال، بس وقتها ما كانش فيه بنات خالص تقريبا غير عدد محدود. فطبعا كان فيه رفض شديد من الاهل في الاول. بعد كده طبعا طب ده كان الرفض ده علشان انت لسه بتدرسي في الجامعه وده هياثر على دراستك، ولا رفض للمهنه كمهنه؟ لا للمهنه كمهنه. للمهنه كمهنه. هم شايفينها ان هي حاجه صعبه جدا، وحاجه يعني لازم اللي يشتغل فيها يكون فاهم في المجال. وانا كنت صغيره، كان عندي 17 سنه، فكانوا كمان خايفين عليا ان انا اقعد واشتغل. يعني حتى لما حد دلوقتي بيكلمني ويقول لي بنتي عندها 17 سنه عايزه تيجي تتعلم، هل خطر عليها وهي رايحه مكان تدريبي للتعليم؟ فحضرتك بقى ما بالك كنت بروح واقعد في ورشه متخصصه ومع عمال وكده، فكانت بتبقى حاجه صعبه ومقلقه. صعب، بس انت بتشتغلي في ورشه وسامحيني انا من اول ما جيت المكان شددني ده، حاجه مقلقه لو في وسط اي عمال غير العمال المصريين وفي المكان هنا. لا هو حاجه مقلقه للعدد مش للناس. للالات، لان احنا بنستعمل نار وبنستعمل شنيور وبنستعمل منشار، المنشار ده ممكن وانا بشتغل بيه يقطع ايدي، فحاجه مقلقه جدا كعدد. لكن كناس، انا الناس هنا هم اللي بيحموني. يعني انا لما فتحت ورشتي في الحسين الناس كانت معايا، برغم ان انا من خارج المهنه، انا في ناس ورش جنبي وقفوا معايا كانهم يعرفوني من زمن وهم ما يعرفونيش.
يعني انت اصلا مش من سكان المنطقه؟ لا لا خالص. انت جايه كده؟ انا جايه كده. طب قولي لي، اول ما دخلتي بعد ما خلصتي الجامعه على طول اشتغلتي في المهنه ولا قررتي ان انت اشتغلتي في حاجه تانية ورجعتي للمهنه؟ انا كنت بشتغل فيها كحاجه جنب شغل. انا اشتغلت في شركات مالتي ناشونال، وانا يعني عندي تقريبا 24 سنه عملت مشروع وخسرت. مشروع ايه؟ مشروع برضه في المجال ده، بس طبعا كانت خبرتي قليله. فانا مش لازم اقع فنيا كحرفه، بس انا ممكن اقع في التسويق، ممكن اقع في الماده، ممكن اقع في الـ في الـ في الـ في الانتاجيه نفسها. ممكن اتفق على حاجه واكتشف ان انا ما اقدرش ان انا اعملها. قله خبره. بس حلو قوي الكلام اللي انت بتقوليه، علشان المشاهدين والمشاهدات تحديدا اللي يحصل له مشكله او يقع في حاجه ما يبقاش دي بالنسبه له نهايه الطريق، ممكن تكون بدايه لطريق جديد والطريق احسن. لا، هو الوقعات كتير مش. طب انا عايزه الجزئيه نمشيها. هو اول مشروع كنت عملته كان عندي 23 سنه. وانا كنت بشتغل، يعني انا اتعلمت وانا في اولى جامعه، وبعد كده كنت بشتغل وانا في الجامعه جنب شغلي. كنت حابه جدا ان انا احس ان انا بشتغل بنفسي. كان تسويقك جوه الجامعه بس، يعني لزميلاتك بس، ولا بره كده؟ كان طبعا الاساس جوه الجامعه، وفي ناس برضو شافوا شغلي بره الجامعه وطلبوا ان انا انزل لهم شغل. وبعد ما ابتديت اشتغل وتخرجت وعملت المشروع بعد ما اتخرجت بسنه، انا اتخرجت اشتغلت في شركه وكنت بشتغل بعد الظهر الشغل بتاعي، وبعدين قررت ان انا اسيب المكان اللي انا بشتغل فيه واعمل المشروع بتاعي. 3 شهور وكل حاجه انهارت، لان مش معنى ان انا اكون بعرف اعمل حاجه وبحبها. انا عايزه اقوم خطوه خطوه بعد اذنك يا نرمين، مش علشان انا عايزه اعرف تفاصيل قد ما انا عايزه اوصل رساله لكل واحده بتتفرج عليا ولكل راجل كمان مش ست بس، ان الفشل مش نهايه، الفشل ممكن يكون بدايه، واللي بيعمل مشروع بيخسر دي ما بتكونش ازمه، بالعكس ممكن دي حاجه يتعلم منها، وبرده مش الحماس هو اللي ممكن ينجح المشروع، لازم الخبره كمان. بالظبط، ده حقيقي. هو يعني في المشروع ده كنت انا سنا صغيره وما عنديش خبره، ما اختبرتش السوق، ما اختبرتش اي حاجه. فانا بحب ده الشغل ده، واصحابي بيشكروا فيه جدا، بيشكروا شغلك كمهنيا. بالظبط، بيشكروا فيه وعجبهم وكده. ففتحت مشروع، طبعا اكتشفت ان الموضوع اصعب من كده، موضوع صعب جدا. موضوع صعب لو احنا ما درسناهوش وما عرفناهوش، يعني ما هو كل حاجه في الحياه صعبه. الشغل اللي انا كنت بشتغل وظيفي في الشركات ما هو صعب، انا بقيت كويسه فيه ليه؟ لان انا اتعلمته. اول ما ندخل الشركه بناخد في التدريب، ده اللي احنا ما بنعملهوش في مشاريعنا. انا لازم اعرف، مش لازم اكون متخصصه في كل حاجه، مش لازم اكون متخصصه التسويق ومتخصصه تصوير، بس لازم اقدم الشغل بتاعي بشكل كويس واكون عارفه شويه من كل حاجه، بحيث ان انا اقدر اسنده، ولما يكون معايا فلوس اقدر اجيب ناس تسنده معايا. طب انت بحكم كل اللي حواليكي شغلك حلو قوي وايدك زي ما بيقولوا كده بالبلدي تتلف في حريق، التسويق عليه عامل؟ يعني في ناس بتعرف تسوق وشغلها وحش، وناس مش بتعرف تسوق وشغلها حلو. طبعا انا ممكن يفشل المشروع بسبب حاجه زي كده. طبعا انا ممكن اكون بعمل احسن شغل في مصر وما بتعرفش اسوقه، اقعد في البيت. وممكن اكون بعمل شغل نص نص، او حتى ما بعملش شغل اصلا، بجيب شغل وبجمع بس. خطه التسويق عندي ناجحه جدا، فمشروع ينجح. التسويق عليه عامل كبير، خصوصا ان احنا دلوقتي كم واحد بينزل محلات يشتري وكم واحد بيشتري اونلاين، تقريبا بقى سوق موازي. صح، فطبعا عليه عامل الاونلاين كبير. بقى اكتر كمان الاونلاين كبير جدا، في ناس كتير ما عادش عندها استعداد تنزل من البيت، وكمان ان عارفين ان الموضه هي اللي موجوده اونلاين مش اللي في المحل. بالظبط، ده حقيقي، ده حقيقي. لما مشروعك الاولاني فشل، اهلك كان رد فعلهم ايه؟ انا ما بحبش كلمه الفشل، بس انا استخدمت كلمتك. هو المشروع فشل، بس انا نرمين ما فشلتش. تمام. بس هم قالوا لي شفتي بقى، اشتغلي بقى وظيفه. ارجعي تاني بقى. بس فعلا انا اصلا لو ما جاليش اكتئاب لما اخسر في مشروعي ما بقاش طبيعي. جالي اكتئاب واحبطت ودورت على وظيفه واشتغلت. وكنت يعني جه فتره من الفترات انا سلمت فيها وقلت خلاص انا مش هعمل حاجه اكتر من ان انا اشتغل موظف. وبعد فتره ما قدرتش، بعد سنتين ما قدرتش، وقررت ان انا اكمل الشغل اللي انا عايزاه. بس كنت طبعا في المشروع اللي انا خسرت فيه عرفت
عرفت مشاكلي. اه عرفتي النقط اللي بالظبط. تمام. فاول حاجه لازم قبل ما احنا نعمل المشروع بتاعنا انا اختبر السوق. فابتديت فعلا ان انا كان بقى خلاص دخل الانترنت والفيسبوك واليوتيوب. ابتديت اذاكر تاني لان بقى موضوع ان انا ادخل ورشه واتعلم فيها واشتغل فيها كان طبعا بقى صعب جدا. فابتديت ان انا اعلم نفسي وجبت العدد والخامات وابتديت ان انا يعني اشوف واجرب واتعلم واجرب واغلط. وبعدين نزلت درست في اماكن في تريننج سنترز ودرست في جامعه من الجامعات الخاصه. كنت بدرس دبلومه مجوهرات معتمده من الغرفه من الغرف يعني الصناعيه. وبعد كده فتحت مكتب تدريب صغير كان بياخد عدد قليل جدا من الطلبه. كل ده جنب شغلي علشان اقدر ان انا اشوف هل فعلا انا هقدر ارجع تاني واكمل ولا لا. ولما لقيت الموضوع كويس الحمد لله قدمت استقالتي واشتغلت. يعني انت ما قدمتيش استقالتك الا لما وقفتي على رجلك؟ هو انا تصورت ان انا وقفت على رجلي وقدمت استقالتي وابتديت اشتغل راحت كل حاجه وقعت. ليه بقى؟ علشان كنا بعد الثوره. انا استقلت سنه 2012. تمام. ونتيجة برضو أخطاء مني. مش معنى أن أنا درست الأجزاء دي يبقى أنا كده تمام. أنا عملت كل اللي الكتاب قاله تمام. بس اقتصاديا كنا خارجين لسه من ثورة. تمام. زائد أن أنا فتحت في مكان ما كانش كان غلط. أنا كنت فتحت برا السوق في مكان بعيد شوية. يعني أنا في خان الخليلي في وسط السوق في وسط السوق وفي وسط البلد. يعني المعادي يقدر يجي، مدينة نصر يقدر يجي، الزمالك يقدر يجي. تمام. وفي نفس الوقت بدل ما الطالب هيجي عندي ويتعلم وبعدين ينزل يوم تاني السوق علشان يشتري، كل حاجة موجودة في نفس المكان. فطبعا دي حاجات أنا ما كنتش عارفاها برضو. فبرضو فتحت مكان وجبت عدد وجبت خامات وعملت دعاية وكل حاجة. وما كانش بقى عندي شغل ولا أي حاجة ورحت وقعت. بس المرة دي لما فتحت كان بدعم من بابا وماما. كانوا بدأوا يؤمنوا بفكرتك بالزبط. وبشغلك بالزبط. ويدعموك بالظبط. تمام. لان هما كمان شافوا انا قد ايه تعبانه في يعني انا الوظيفه كانت كويسه وكل حاجه بس انا كشغل مكتبي كنت مش بتاعي. واكبر غلط ان انا اكمل في حاجه انا مش لاقيه نفسي فيها. لان انت مهما كنت شاطره انت مش هتعرفي تدي فيها. انت مش متقبله مهما كانت هي بتديكي انت مش قادره. تمام. ومهما كان الشغل ده ممكن ما يكونش بيديني بس انا يعني مش كل النجاح بيبقى مادي. في نجاح يعني ان انا الحمد لله الناس بتقول عليا ان انا شغلي كويس ان انا الناس ابتدت تعرفني ان انا بقيت عضو في غرفه زي غرفه الحرف في اتحاد الصناعات. ده حاجه كويسه جدا. ففي نجاحات بتترجم غير الترجمه الماديه. انا عايزه انا همشي النجاحات دي خطوه خطوه وخصوصا الجزئيه بتاعه ان انت عضو في غرفه الصناعات. بس انا عايزه الاول لما كنتي بتوعي وقلتي لي ما تبقيش طبيعيه لو ما حسيتيش باكتئاب. تمام. ايه اللي كان بيطلعك من الحاله النفسيه اللي انت فيها؟ اهلي بابا كانوا بيشدوني جامد ان انا ابقى احسن. وانا كنت يعني انا اقول لحضرتك حاجه هو لازم انا من جوايا اكون عايزه ان انا اكمل. فالدفع اللي بيجي الخارجي بيزود العزيمه اللي عندي. لكن لو انا ما عنديش عزيمه مهما تجالي من امدادات خارجيه مش هتنفع لان مفيش اصلا البذره اللي قدامي هيشتغل عليه. تمام. فانا اوريدي عندي الحاجه بس علشان انا فشلت قبل كده فانا خايفه طبيعي. لكن لما حد يشجعني سواء اصدقاء او اهل او كده فببتدي ان انا احاول اقف على رجلي تاني واكمل. مهنه هرجع اقول مهنه رجالي مهنه رجالي بحت. شغلك ده كمان غير ان نظام حياتك ويومك اختلف تماما. اعتقد ان انت مالكيش صحاب الا جوه المجال نفسه زمايل مش هقول صحاب. حياتك كبنت تكاد تكون انتهت. دي حقيقه يعني انت عايشه حياه مختلفه شغل وتدريب وغرفه وسوق وحاجات كتير قوي بعيده خالص عن الست. دي حقيقه. لا هي مش حقيقه. انا بخرج وبسافر وبسافر جوه مصر يعني بسافر اماكن كتير جوه مصر وليا اصدقاء كتير
وبلبس كعب عالي وبشتري ميك اب وكل حاجه. لا لا انا شايفاكي ما شاء الله زي القمر. لا انا بتكلم ان هي حرماكي من احساسك كست، حرماكي من احساسك كبنت. لا 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 خالص، هو على حسب انت بتتقبلي الحاجه ازاي. انت ممكن تكوني رئيس مجلس اداره الشركه العالميه للازياء مثلا، تمام، ومش حاسه بان انت بنت، حرماكي من كل حاجه. ممكن تكوني بتشتغلي مهنه رجالي، بس انت مبينه للي قصادك ان هي لا، ده انا بعمل مجوهرات للستات، فدخول المراه في مجال زي ده بالعكس هيفيد مش هيضر. طب انا هسال سؤال تاني. نرمين، انا عارفه ان انت بنت، مهنتك بتخوف الناس انها تقرب منك؟ هي كانت بتخوف الناس في الاول، بس انا مش شايفه ان المهنه هي اللي بتخوف الناس. الشخصيه، انا شايفه ان الشخصيه شويه. وكمان عموما لو حضرتك شفتي بنات ناجحه في اي مجال تاني غير المهنه دي هتلاقي بتخاف منها، مع ان في فرق كبير جدا ما بين ان انا اكون شخصيه مسيطره وبين ان انا اكون عندي شخصيه. هو الفكره كلها انا عندي شخصيه وعندي هدف وبسعى له، زي بالظبط الامومه. انا ممكن اكون ام كل تفكيري في الخروج واللبس وكده وهامله اولادي، فبالتالي اخرج جيل ما يشيلش مسؤوليه من اللي يعتمد عليه. ممكن اكون كأم شخصيتي قويه جدا وعارفه اربي اولادي فاخرج جيل كويس. فهو دي عندها شخصيه ودي عندها شخصيه، دي جالها فرصه ان هي تستثمر الشخصيه دي كأم، ودي جالها الفرصه ان هي تستثمر الشخصيه بتاعتها في المهنه. لكن الخوف، انا بحس ان البني ادم الضعيف هو اللي بيخاف من الست اللي عندها شخصيه، تمام، لان هو لو شخصيته قويه مش هيخاف. هو الحقيقه اللي انا شايفاه من اول دخولي لنرمين، هي شخصيتها مش قويه لكن هي شخصيه ناجحه، عارفه هي عارزه ايه ومحدده هدفها. كمان تعاملها مع كل المحيطين بيها برقه متناهيه، برغم ان المهنه رجالي قوي بس هي بتعملها بنعومه، بلمسه الست، بلمسه فنيه، بلمسه حلوه، مش بشكل رجالي. بنت رقيقه جميله فيها كل صفات البنات الحلوه، وبرغم كده انا بحسها جدعه قوي. يعني هي نقدر نقول خليط بين البنت المصريه الجدعه الرقيقه الحلوه الحنينه وبين الراجل في شهامته ومهنته وفي كل حاجه. نرمين، ارجع تاني لموضوع بقى، عايزه اتكلم في المهنه نفسها. انت قلتي لي ان انت بتشتغلي في النحاس والفضه والذهب، صح كده؟ اصعبهم النحاس بالنسبه ان المعدن نفسه معدن عنيف، واصعبهم الذهب في ان المعدن معدن ثمين فما ينفعش الغلط. مزيج من القوه ورهافه الحس، امراه بنكهه الرجوله تستطيع فتح المغاليق ولا تبالي بمواجهه الرجال، وهذا ما مهد طريقها الوعر. فلا مانع لامراه رقيقه أن تكشر على أنيابها، أن تتأسد في معركتها في سوق تعج به الذئاب. علاقة خاصة ربطتها مع الأحجار الكريمة ليقضي كل حجر بسره لديها، فتحكي أصابعها على طريقتها الخاصة قصص أسطورية لروعة الإبداع. بتقولي النحاس صعب في تشكيله، الذهب عشان أغلى في الثمن. انت بتحبي تشتغلي ايه اكتر؟ انا بحب اشتغل فضه. فضه؟ طب انا اسمع ان الفضه يعني حتى لما حد بيكون عنده حاجه فضه وبتتكسر يقولوا صعب انها تتلحم او كده. لا ما فيش مشكله خالص، بس هو لو فيها فصوص هي اللي بتبقى صعب، لان في بعض الفصوص لما بتدخل النار بتتكسر بتفرقع. طب المهنه كمهنه، انت حاسه يعني معظم اللي بييجوا يشتروا منتجات النحاس والذهب والفضه، ده فضه ايطالي، ده الذهب ده كذا، يعني مش عايزه اقول ماركات، اللي هو بنبعد خالص عن الشغل المصري. شغل النحاس شويه اللي بيجي هنا ياخدوه السياح، او بدأ يطلع موضه شويه الشغل الفرعوني والحاجات التراثيه. ليه ما عندناش صناعه محدده في مصر لده؟
هو ما عندناش صناعة محددة لأن ما فيش حاجة صاحب الورشة أو العامل أو المصنع قادر إن هو يتكلم من خلالها أو نجمع كل أصحاب المهنة دي تحتها. يعني أنا رئيس شعبة الأحجار في الغرفة، فلما بننزل ونتكلم على موضوع الأحجار السوق كله مليان أحجار صيني، مع إن إحنا بلد غنية جدا بالأحجار جدا. هو أنا مش هينفع أسيب الجزء ده، معلش، رئيس غرفة الأحجار برغم إنك سنك صغير جدا وبرغم إن دي حاجة مش سهلة، وصلت لها إزاي؟ رئيس شعبة الأحجار مش غرفة رئيس شعبة الأحجار. أيوة، هو أنا عضو في المجلس التصديري. المجلس التصديري اتعمل من تقريبا 3 سنين وأنا دخلت فيه كمصمم واشتغلنا الحمد لله كويس، كنت عضو عادي جدا. وبعدين الحمد لله أنا بفهم في شغلي، ولما اتعملت غرفة الحرف اتقدمت في الانتخابات وكسبت كعضو مجلس إدارة في غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، وفي مجلس الإدارة اتعملت ترشيحات فبرضو اتقدمت لرئاسة غرفة الأحجار والحمد لله تمام. الحمد لله. طبعا أنا مش معقول هيبقى معايا رئيس غرفة الأحجار ومش هسأل على الأحجار، بيقولوا العقيق بيفك الديك، ده حقيقة؟ ده فعلا الحقيقة. طب جامد. أيوة. إزاي؟ هو الأحجار علم، والعلاج بالأحجار علم، والمعادن علم تالت خالص. بس عموما الاحجار المقولات اللي كانت بتتقال زمان، يعني العقيق بيفك الضيق، احنا كنا مفاكرين انه مثل، ما كناش نعرف ان دي فعلا حاجه حقيقيه. لكن الاحجار بتتشحن وبتسحب طاقه سلبيه وبتدي طاقه ايجابيه زي اي حاجه ربنا خلقها. عموما الحاجات اللي ربنا خلقها بتدينا طاقه. انا واحده من الناس لو لبست حاجه ذهب ببقى متضايقه جدا بجد، بحس ان انا خلقي ضيق، ولو لبست حاجه فضه مهما كانت صغيره بحس ان انا مرتاحه جدا. دي حقيقه ولا انا اللي هو ممكن بالنسبه للمعدن علشان دي راحه نفسيه. الاحجار في 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 طريقه كمان علاجيه بالاحجار، يعني كلمه العقيق بيفك الدي لان فعلا العقيق حجر بيستخدم ان هو يسحب طاقه القلق من الجسم والصدر. فبس لازم علشان يشتغل لازم حاجتين، لازم انا اؤمن بالفكره جدا. يعني لو انا مامنه مثلا ان انا لو اشتغلت معاكي الدنيا هتمشي، فبسلمك زي ما بيقولوا رقبتي كده في الشغل علشان نشتغل سواء، لان انا واثقه فيكي. نفسي ادخل محل ذهب والاقي القطعه دي سواء في مصر او في اي مكان في العالم، اقول دي من مصر، ده مصر شغل يدوي. النحاس انا متاكده ان فيه، لكن حتى ده كمان بدا يتقلد وبيجي لنا من الصين. والشغل في اقبال لسه على الحرفه كحرفه يدويه؟ يعني في ناس لسه بتحبها كشغل يدوي؟ هو في ناس كتير بتحبها كشغل يدوي، بس بتبقى الخطأ في توصيل المعلومة من المنتج للمستهلك. يعني أنا دلوقتي لما بكونش بنتج بكون بركب أو بجيب حاجات من ورشة وأوديها، أنا مش عارفة داخليات الصناعة، فلما باجي أوصل المعلومة للعميل بوصلها له غلط وبديله أسعار غلط، لأن أنا تاجر بحط هامش ربح. ففي بعض الاشخاص ما بيحبوش يقولوا ان هم تجار، بيقولوا ان هم مصممين او بيشتغلوا في حرفه الصناعه، علشان هم شايفين ان انا اشتغل ان انا اكون برسم بس الشكل او ما بنفذهوش، يعني دي حاجه مش حلوه. بالعكس، احنا طول عمرنا بنشتغل ان الورشه ورشه بتنتج وان التاجر عنده محل وبيبيع، لا ده بيأثر على ده، بالعكس الاثنين مكملين لبعض. بالظبط. فنتيجة الخلط ده ابتدى التاجر او البنت او الولد اللي بيشتغلوا في المبيعات بخصوص الفضة والنحاس مش عارفين داخليات الصناعة، فبيدوا معلومة غلط. فالعميل اتكون عنده ان فكرة ان ممكن الشغل اليدوي يتباع ب 25 جنيه و 30 جنيه و 40 جنيه، لان وده مش حقيقي. فلما بيظهر بقى الشغل اليدوي الحقيقي وبيتحط باسعاره او بامكانياته، يعني انا ممكن مثلا اقعد اشتغل دي غويشه انا عاملاها على التراث التراثي تمام، دي ممكن تاخد مني يومين شغل، فلما اجي احطها واقول ده شغل يدوي وشغل تراثي وهكذا، ممكن اللي قدامي طب وايه المشكله ما انا جايبه ده يدوي وبكذا، وده غلط. علشان اوصل له معلومه ان في فرق ما بين ده وده
طبعا صعب ان انا امحي فكره غلط واحط الفكره الصح. فالخطا الاول من الـ 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 الشخص اللي بيبيع او الشخص اللي بيوصل الحاجه من المصنع للمستهلك. الخطا الثاني بيبقى من المنتج نفسه المصنع. لو المصنع مش عارف يسوق عمر الشغل ما هيخرج بره ورشته. تمام. عمر الشغل ما هيخرج بره ورشته. لان انا بنتج وبحط الحاجه ومستني العميل يجي لي. مين اللي هيجي لي؟ التاجر اللي بيدي المعلومه الغلط مثلا، فمش هعرف اوصل الحاجه. لما تقعدي تشتغلي في يومين، هي تحفه بصراحه يعني شغلها حلو قوي. لما تشتغلي في يومين لو بتبيعيها تبيعيها بكام؟ هو انا هقول لحضرتك حاجه، هو الخطا ان احنا نقول الحاجه دي بتتباع بكام. الصح ان احنا نكون دارسين تسعير. انا بحط الخامات بتاعتي على الايجار والكهرباء والميه والمرتبات والهوالك. ولو في، كنت لسه هسالك على الهوالك. طبعا والهوالك. ولو انا باجي بعربيه او بمواصلات، المشاوير رايح جاي، زائد المصنعية بتاعتي، زائد مثلا لو عندي محل او لو عندي معرض، الايجارات والكلام ده كله، زائد ربحي. فالسعر نفسه ممكن يختلف من شخص للتاني على حسب لو انا بنتج لو انا بمنتجش الكلام ده كله. فبعض الناس بيشتغلوا وايديهم كويسة جدا، وتلاقيهم لو دخلوا معرض برغم ان هم بيشتغلوا كويس جدا بيخرجوا خسرانين، لان عملية التسعير اساسا غلط. تمام. فالسعر ما بيبقاش ان انا قعدت فيها يومين او ثلاثة. انا بتكلم ان انت بتشتغلي قطعة واحدة. بيبقى المنظومة بالظبط، بيبقى المنظومة كلها. فممكن القطعة الواحدة دي توصل لمبلغ معين. بس الفكرة كلها ان علشان العميل اللي قدامي يتقبل ان هو يلبس حاجة مصري 100% ويدوي ومحطوط فيها تعب ومحطوط فيها تصميمات والكلام ده كله، ويحب ان هو يدفع فيها ويكون لابسها فخور بان دي صناعه بلده وفخور ان هي كمان بتتصدر، محتاج مجهود مني مش انا عارفه ان انت عامله ورشه جوه، فعايزين نعرف، عايزه ادخل اشوف الورشه واعرف اللي معاكي اكتر بنات ولا شباب. القدر يعرف اكثر، وكانت الاوفر حظا حين عثر عليها قدرها لتكتشف شغفها وتصنع منه مهنة ومشوار حياة، فتصبح بذاتها علامة فريدة الموهوبين احتراف شغفهم، فيحظى ذلك العالم الفريد بلمستها التراثية المذاق، ويجد ضلته لديها كل معتنقي الجمال. زي ما حضرتك شايفه دي ورشه نشر، الاستخدام فيها للمنشار فقط، والشغل المنشار ده ممكن يبقى خط انتاج كامل. ومعانا طبعا طلبه اعمار مختلفه ووظائف مختلفه. ممكن قبل بس ما تتكلمي تقولي لازم يبطلوا البرد محمد، مش عشان حاجه، انا خايفه جدا من المنشار. لا ما تخافيش خالص، ما تخافيش خالص. هم قبل ما بيشتغلوا بالمنشار هم متعلمين المواصفات الامان اللي بيشتغلوا بيها. ف طبعا 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 معانا استاذه ياسمين. استاذه رنا واستاذه فاطمه. هتجيبوا حد خريج حاجه فنيه ولا بعيده تماما؟ لا بعيده تماما. طب ايه اللي حببكم في المهنه كمان لو انتوا بنات؟ انا اصلا بحب الحاجات الهاند ميد من صغيره يعني. بعمل حاجات اكسسوارز وحاجات، بس حبيت ان انا اشتري كل حاجه بحبها واركبها اتعلم ازاي اعمل بقى الحاجات دي. ياسمين، انت حابه المهنه كمان؟ يعني الاول بدات بدور وبعد كده بشتغل فيها، حسيت ان هو ممكن يوصل لمهنه. بس هو ده جزء من الفن برضه، مش هو محتاج لمسه فنيه عاليه قوي يعني. مش اي حد يعني، انا ما ينفعش اجي اقول لك علميني وانا ما عنديش لمسه فنيه، مش هعرف اتعلمها. بتيجي يعني بتدريب يعني، اول ما بتيجي بتشوفي بتجربي وبعدين بتلاقي نفسك انت عندك التجربه من خلاص التجربه بتاعتك. من مين انت قلتي لي ان كل قطعه بتطلع من شخصيتك؟ اكيد كل قطعه اي حد بيشتغلها بتطلع من شخصيته. كل حاجه جوانا وبرانا في القطعه نفسها اللي بتتصرف. انا عايزه قبل ما اختم حلقتي
احب بس اقول ان اي حد عنده حاجه ان هو بيحبها يحاول ان هو يذاكرها كويس ويدرسها كويس وياخد الخطوه، وطالما هو اجتهد في الدراسه وفي الشغل اكيد ربنا هيوفقه مش هيضيع مجهود. كل بنت بتتفرج عليا وكل ست بتتفرج عليك، الدراسه مش كل حاجه، ممكن تدرسي وتشتغلي حاجه مختلفه تماما عن دراستك، لان في مهن كتير قوي ملهاش دراسه. الدراسه انا ممكن ادرسها لمجرد ان انا يبقى معايا مؤهل، لكن بعد كده المهنه اللي انا بحبها اشتغلها. مفيش حاجه اسمها بنت وولد، مهنه رجالي ومهنه حريمي، اي حاجه انا ممكن ادخلها هبدع. كمان في حاجه مهمه قوي، مفيش حاجه اسمها فشل. مش معنى ان انا وقعت خلاص افضل قاعده مكاني او استنى حد يجي يشد مني يشدني يقومني، لما ممكن اقوم واكمل. لو ماشيه في طريق ولقيته مسدود ممكن اغير طريقي خالص وادي للمكان المسدود ده ظهري وارجع امشي في طريق تاني واكمل حياتي. استنوني الحلقة الجاية وبرنامج ست الدار.